جمال ها هنا في حديقة الحيوانات الصيف عندنا زيادات تقريبا كل عام عندنا زيادات، كما حضرتوا معنا عندها 4 أشهر كنتم سباقين لتغطية الأحداث، كما زادوا 2 أشبال وعندها 10 أيام زادوا 2 أشبال أخرين كما كم تشوفوا فيهم طالعتوا اليوم راهم في صحة جيدة. وفصيلة الأسود والنمور البنغالية راه في تكاثر مستمر، الأسد والنمر البنغالي فصائل مهددة بالانقراض في أي وقت، نقدروا نشاهد تناقص الأعداد تاعهم في العالم هذه. وعلى هذه احنا عندنا هنا بزاف الأسود والنمور تقريبا 17 صيد ونمر. اتجهنا للحل نديهم لولايه اخرى، وخيرنا ولايه تامر راست بثلاث اسباب: الموقع الجغرافي تاعها اللي يسمح لنا غدوه نديروا تبادل مع الدول الافريقيه اخرى منهم المالي والنيجر، ونجيبوا فصائل تاع حيوانات اخرى تستفاد منهم الجزائر، يستفاد منهم حديقه الحيوانات تاع الجزائر. ومن جهه اخرى تاع ابناء الجنوب في حاجه مثل مثل هذه المرافق، واحد من الجنوب كي يحب بنو صغير يشوف ليون ولا انتيغر ما يشقاش 1000 كيلومتر باش يشوفوا ولا يشوفوا ثم توالو سي با ميو. احنا اتجهنا للسلطات الولائيه تاع ولايه تامر راست بطلب بملف، وعدنا الوالي باش يدرس لنا الملف، ومن بعد ما كان والو احنا من منبر قناه البلاد ان شاء الله انتجوا الوالي ولايه تامر راست يدير لنا حل ان شاء الله. ولايه تامر راست كبيره وشاسعه موليها والله، هي اللبات زيد وحدها كي نجيو احنا صباح نلقاو الاشبال ديجا زادوا في وترضع فيهم، ما نقدروش من بعد نسكروا عليها باه ما نحرجوهاش جيده. وهذا السيد هذا تاع البنغال راه في انقراض، وحنا نحاولوا باه ما نخليوش يروح سما ينقرض. جديده هذه تما فصيله نادره تما اول مره تزيد انا في حديقه الحيوانات بسطيف، وحاجه مليحه يعني يعطيهم الصحه المشرفين على الامر مربي الحيوانات هنا في الحديقه يعطيه الصحه. الحمد لله عندنا شي بلاين من اسدين كما نقولوا لبوا زيدت جوج شي بلاين وخرجوه هنا يترفوا به الدراري يتصوروا معاه، والحمد لله المشوار فرحانين مع الاولاد، وحنا في الاولاد الدراري فرحانين بواتو وبوياتو. والله على حوايج كيما هذو حاجه مليحه صافي بليزير صافي كي يكونوا هازين هما صافي حاجه مليحه ربي يبارك.